ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد صباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بوزراء وقيادات الدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين. ما في شك أن الجهود التي أراها الآن وتشكرون عليها، أنا أمام أمرين: معاقبة المتسبب، هذا أهم شيء عندي، ثم أيضا إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن. اللي قاعد يصير لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن القبول فيه، فلازم نتحمل مسؤوليتنا تجاه المواطنين في هذا الأمر. الشوارع ليست ملكنا، هي ملك الناس اللي تمشي عليها، فاللي قاعد يصير الآن مؤسف أنه يحصل في بلدنا، فأرجو بأسرع وقت ممكن يتم الإصلاح ومتوازي أيضا مع معاقبة المتسبب وبأشد العقوبات اللي أراها. شكرا سموك. الأمطار اللي نزلت معدل مال سنة كاملة في 4 ساعات، بالإضافة للأخطاء اللي هي ارتكبت، وهي جريمة طال عمرك بحق الكويت وبحق المواطن الكويتي. التحدي كبير أن الشارع فيه 3 حارات، راح تتسكر حارة وبعدين لما يخلصون منها راح يبدون بالحارة الثانية، فعمل طويل وشاق. بلغني الوكيل المساعد للمرور أن راح يستخدمون حارة الأمان تتسكر والتصليح يتم عليها، وحارة ثانية، فهذا راح إن شاء الله يوفر لنا 50% من الوقت. يعني بناء على ما سموك تفضلت فيه قبل قليل بضرورة محاسبة المقصرين، سواء من الجانب التنفيذي يعني ممثلين الجهات الحكومية أو من جانب الشركات اللي ما قاموا بالدور اللازم، تفعيلا للمادة 85 من فقرة 4 من قانون 49/2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية، اللي نصت هذه المادة بحرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة أو لم تقوم فيها بالشكل المناسب من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى. طامرك صدر القرار من الوزراء، الآن جهاز المناقصات باشر مخاطبة جميع الجهات بطلب من تزويد الجهاز بالشركات اللي لديها تعثر معاها، حتى يعني يتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية، حتى يكون طامرك هناك يعني عقوبة رادعة يلتزم فيها الجميع. أما فيما يتعلق في العاملين في الجهاز الحكومي، معالي الأخت دكتورة جنان لجان التحقيق عندها سمت وبدت تاخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي، لكن كذلك حتى القطاع الخاص طال عمرك اللي ما تعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية، في ظل وجود هذه المادة راح يكون هناك عقوبة رادعة إن شاء الله. شكرا طال عمرك. أنا أعرف أن الحكومة خصم شريف، ولكن اللي ما يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ولا يمكن أن نسامحه في هذا الأمر. في الحقيقة الأخوان في الأشغال جزاهم الله خير يعني تعاونوا مع لجنة التحقيق بشكل واضح. أنا اطلعت على تقرير اللجنة وعلى توصياتها، وتفاعلهم كان جدا على مستوى الحدث في تفعيل هذه التوصيات. في جانب أشخاص طال عمرك أشرفوا على هذه الأعمال لابد محاسبتهم قانونيا وتطبيق القانون عليهم. في جانب طال عمرك شركات في ضمان عشري موجود يفعل عليها ايضا، وفي جانبين طال عمرك للعقوبه، في جزائيه اذا ما العام تعدى عليه وضر فيه، وفي تعويض يرفع قضايا مدنيه على هذه الشركات. طال عمرك ناكد على توصيه سموك بمعاقبه المتسببين، سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال أو سواء كانوا من القطاع الخاص اللي عمل في هذه المشاريع، وإحنا بدأنا فعليا في اتخاذ هذه الخطوات سموك فيما يتعلق بمن حملوا
تقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة، وأيضا اتخذنا خطوات فعلية باتجاه الشركات المقصرة فيما يتعلق بتطبيق البند 4 من مادة 85، والوزارة الأشغال اتخذت خطوات فعلية الآن لتطبيق هذه العقوبة عليهم. نأكد على توصية سموك بأن إصلاح الضرر هو أولوية ويجب أن يبدأ بأسرع وقت، وإن شاء الله راح نكون مستعدين في البداية تكون في الأسبوع الأول من شهر 4 القادم. شاكر لكم الحقيقة وأتمنى لكم التوفيق مرة ثانية إن شاء الله.